على ايه؟ على كل حاجة، على الموضوع اياوي وثقتي فيك اللي بتزيد دلوقتي، حركة جدعانة اللي انت عملتها انت وصحابك بجد ده كتير قوي. مرات اقرب الناس من الواحد ما بيعملوش اللي انت عملته معايا. طب وايه رأيك بقى ان انا ما عملتش حاجة؟ كنت متأكدة انت هتقول كده. بقول لك ايه؟ امسك. ده ايه ده؟ شيك. ما انا عارف انه شيك. بتاع ايه يعني؟ مش عارف، بس يعني كده ممكن تعتبره مكافأة بسيطة بقول لك فيها ثانك يو على اللي انت بتعمله معايا. بس ده كتير. انت تستاهل اكتر من كده بكتير. صح، انا فعلا استاهل اكتر من كده بكتير. ايه ده، انت ليه عملت كده؟ عشان انت لو بتثقي فيا بجد زي ما انت بتقولي مش هتحاولي تشتري سكوتي ولا تشتريني بالفلوس. ايوه بس انا ما كانش قصدي خالص. وانا ما كانش قصدي لما ساعدتك ان انا عايز فلوس. اسمعي يا غالية، لو وجودي في الشغل عندكم هيسبب لك قلق ويخليك طول الوقت بتفكري وخايفة مني فاعتبريني مش عايزة. لا بليز ما تقولش كده، أنا عايزاك تستنى معانا مش عايزاك تمشي، إحنا محتاجينك. موافق، بس عشرت واحد بتعتبريني حد قريب منك بجد، حد في أي وقت هتحتاجيه هتلاقيه واقف جنبك من غير أي حاجة. طيب خلينا نطلب الحساب ونمشي عشان نلحق نروح البيت. الحساب لو سمحت. ازيك يا ديبو؟ ايه الاخبار؟ يعني مش قوي. شكلك مش مظبط، في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ مفيش، شويه مشاكل في الشغل بس عادي عادي. المهم انت دنيتك عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام، هبتدي شغل في الجورنال من بكره ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. بس دايلي والنبي لحسن نزلوني تحيات من اولها كده. ان شاء الله تتبسطي فيها باذن الله. مش مهم انبسط، مهم الاقي نفسي، الاقي الوسيله اللي عارف احقق بيها طموحي. وعلى فكره طموحي ده ملوش اي دعوه بالفلوس. بسيتي فيه بالراحه علينا شويه، حد جاب سيره الفلوس دلوقتي؟ لا اصل في ناس اول ما يسمعوا كلمه طموح دي على طول دماغهم تروح في الفلوس، مش انا خالص. عارف مش انت خالص. بس عندك حق، ناس كتير دلوقتي الطموح عندها بيساوي الفلوس. طب وانت الطموح عندك انت بيساوي ايه؟ اكيد الفلوس برضه، بس صدقيني في حاجة تانية غير الفلوس. ايه هي؟ حلم السفر. أمينة أنا عايز أسافر. تسافر؟ اسافر. تسافر ليه؟ فين؟ يعني هو انت مش مبسوط في شغلك ولا ايه؟ مبسوط؟ مين قال لك اني مبسوط؟ معرفش، يعني كنت بحس كده لما بشوفك هناك بحس انك مبسوط. هي دي الشطارة، هي دي الشطارة، لازم كل اللي حواليك يحسوا انك مبسوطة. أمينة شغلانتي دي يتمناها أي حد، لكن لو اشتغل فيها هيتمنى حاجة واحدة بس، إنه يبعد عنها. إزاي؟ عشان ببساطة المفروض أشيل وشي الحقيقي قبل ما أخش المكان، أطلع من جيبي كام وش وألبسهم في وشي واحد ورا التاني، وش بيضحك لفلان يقول له اتفضل ساعتك نورتنا يا باشا، وش تاني بيتعكنن وش غول ياكل اي حد قدامه لو حد فكر يعكنن حد من الزباين اللي جايين يتبسطوا.
ووش تالت ووش رابع ووش بيغمض عشان الباشا بيستعبط المفروض ما يعملش الحاجات دي هنا. بس انا بسكت طبعا وكاني مش شايف اي حاجه. عارفه ليه؟ عشان شيكو عالي ما ينفعش نزعله. وش 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 الشغلانه كلها وش وش. انا خلاص يا مين زهقت من كل الوش وش دي. زهقت. ايه يا ديبو ده؟ اول مره اعرف ان هو ده احساسك ناحيه شغلك. ايه انت دايما فاكرك مبسوط بجد؟ انا قلت لك قبل كده هي دي الشطاره. لازم كل اللي حواليك يحسن يحسوا انك مبسوطه عشان لو ما حسوش بحاجه زي كده هيجيب واحد تاني ياخد مكاني. لازم ابقى مبسوط. يعني ايه رجعت في كلامك؟ هو مش كان اتفاق رجاله ولا ايه؟ يا ست غاليه دي ارض يعني حر فيها ابيعها اجرها اجلبها مقلب زباله لحاجتي. والناس اللي جبتهم هنا واتفقت معاهم اقول لهم ايه دلوقتي؟ قولي لهم اي حاجه انا مش عايز مشاكل. الله يرضى عنك. مشاكل مع مين؟ مع اي حد. انت في حد هددك ولا ايه؟ لا يا استاذ ما حدش هددني بس ارجوك ساي عليك النبي روح شوف ارض تانيه بعيد عن ارضي. انا عارفه مين ورا الموضوع ده. مين؟ مفيش غيرها فريده الزفت. يا ام خليفه. ام خليفه. ايوه. ازيك؟ اهلا اهلا يا عم فؤاد. ازيك انت؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. خليفه عامل ايه؟ نحمد الله. بقول لك هو بيروح المدرسه؟ طبعا بيروح المدرسه يا مقدس. امال ايه؟ انت متاكده انهم يروح؟ يقدر ما يروحش؟ اصل العيال بتروح اماكن تانيه غير المدرسه اليومين دول يا ام خليفه. عايزك تاخدي بالك. لا كل اللي خليفه مسكين دول ممكن لا يحتاجوا حاجه. ايه ده؟ ده كتير قوي. ده انت خيرك مغرقنا. كله من خير ربك. يا ابعتي لي خليفه لو احتجتي حاجه تانيه. بصي ابعتيه لي انا عايز اتكلم معاها كده كده. حاضر يا مقدس. من عينيا. يا مقدس يا مقدس فؤاد. اهلا يا ام جيجي. ازيك يا ست؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله. جيت منين؟ لا لسه ما جيتش في الطريق. ما انا قاعد قدامك عبيطه. انا عبيطه؟ اه عبيطه. وايه المسخره اللي لابساها دي؟ وسايب الشباك مفتوح؟ هو كان حد بص. وانت زعلانه يا جزمه عشان ما حدش بيبص؟ حبيبي غير عليا. ايه دي بقى؟ اصبري بقى انا انفرهد. انفرهد ايه؟ قلعت الجزمه بس استنى. جريت ايه يا بنت امك جوه؟ لا انا وزعتها. وزعت مين؟ ام ده دخت فجأة مش عارف ايه. لا دخت ايه والنبي راهي عشان خاطري فوق كده حبيبي فوق وفوق. انا صدقت ان انا سربتها. وديتيها فين؟ ولا حاجة. خالتي سونا جت قالت لي ان هي رايحة تزور ام هاشم. قلت لها خدي امي معاكي وبيتيها الليلة عندي. وهبات بره؟ وهتدعي لنا؟ اه. عارف يا ميمي قلت لها تدعي لنا بايه؟ بايه؟ ان ربنا يرزقنا بحتة عيل. حتة ايه؟ حتة عيل. يبقى نسخة منك ويملى علينا البيت كده ويقعد يتنطط ويقرفك كل يوم كمان. عيل ايه يا سماح؟ احنا ما اتفقناش على كده. وهي دي فيها اتفاق يا اخويا؟ اه فيها اتفاق. حتة عيل يعني. بص يا واد وبس يا بنت. وبعدين احنا مش ناقصين وجع دماغ دلوقتي يا سماح. هي دي سنة الحياة يا ريت. وانا ما قلتش حاجة بس مش وقته. عايزين نتبسط بحياتنا شوية نروح ونيجي ونتفسح. انت مستعجلة على ايه؟ مستعجلة عشان نفسي في حتة عيل شبهك. اما تغيب عني كده ولا تسافر ولا حاجة يبقى قاعد قدامي واقعد ابص له وافتكر. يا ست ما انا متلقح قدامك. بصي لي ليل نهار. جرايه يا ميم. هو انا اجي لك كده تجي لي كده يا اخويا في ايه؟ جرايه سماح. يا بنت موضوع الخلف ده مش معترض عليه بس كل حاجه باوانها. واوانها امتى ان شاء الله؟ لما ربنا يقسم. مش عايز بقى اتكلم في الموضوع ده تاني. ما تاخد غير هدومي. امسك يا مصعب دي فلوس اخر مجموعه. انت بتعمل ايه؟ بعدهم. مش لازم يتعدوا. هتعدهم هنا في المحل. افترض ان مقدس جه. ما تخافيش مش جاي. لا يا سيدي انا جيت. بس ازيك يا مقدس؟ تتنور. طب بالاذن انا مقدس. يلا انزل. تعالي يا جيجي انا عايزك. حاضر. خير؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ أنا عملت إيه؟ إن هي حصلت إنك تطردي أبوكي من بيته. أبويا؟ وأنت مين قالك يا مقدس؟ أمك قابلتني واشتكت لمامك. أنا عايزك تراعي ظروفه وسنه. مفيش حد فينا كامل يا بنتي. أنا ما قلتش حاجة يا مقدس.
بس انت عارف عمايله ورميته ليني انا وامي بقى ونص الله يرحمه. ومادام بقى ما شالش همنا من الاول يبقى ما يشيلناش هم. بصي يا جيجي، ابوك كبر ومحتاج حد يحن عليه، يمكن يكون قسي عليكم زمان، بس انا برضو مش عايزك تقسي عليه ولا تردي لساءة بلساءة. كفايه اللي شافه في اخوكي، وبعدين والدتك محتاجه له. يعني هو شاف لوحده؟ ما كلنا شفنا ودقنا المرار. بصراحه بقى يا مقدس الحنيه ما بتتشرش ولا بتتسلف. وامي بقى الحمد لله انا مكفيها كويس قوي. لا لا لا، الموضوع له علاقه لا بفلوس ولا باكل ولا بشرب. مامتك واحده ست محتاجه راجل يقف جنبها، ان شاء الله فيه عبر الدنيا. بصي انا هقول لك على حاجه، الواحد مننا لما بيعجز بيبتدي يسامح كتير ويفوت كتير على امل انه يلاقي لحظه حلوه ان شاء الله تكون بالكد. صدقني يا مهندس امي مش محتاجاه، وانا بقى لو سبتها له هينكد عليها. انت مش عارف الموضوع زي ما انا عارفاه. زي ما انت شايف كده يا استاذ سيد، المحل زي الفل و100 100، وعلى فكره كان ليه زبون وكان شغال كويس قوي، وانا لولا موضوع السفر ده لا كنت قفلت ولا فكرت ابيعه. اه الوجع تمام، بس اللي جوه عاوز له شويه تظبيطات. امضي العقد وظبط زي ما انت عايز. يعني مفيش حد من اتحاد الملاك هيجي يقول لي ممنوع التكسير ولا اي حاجه؟ لا لا يا ريس، ده حاجه ملكك وانت حر فيها، اعمل اللي انت عايزه. حلو قوي، على البركه. قلت لي انت عاوز كام؟ انت مش شفت الاعلان وعرفت الرقم المطلوب؟ ايوه الاعلان حاجه والبيع والشراء حاجه ثانيه، وبعدين انا فلوسي جاهزه على الترابيزه. بصراحه يعني انت سعرك عالي عليا حبتين، فلو في فرصه ثانيه للتفاوض ولا ادي لنفسي استماره سته واخلع. ولا استماره سته ولا حاجه. انت عايز تدفع كام؟ حلو قوي، كده نعرف نتكلم. تعالى اعزمك على كوبايه قصر. انا جبت لك الهوت شوكليت اللي بتحبه. ميرسي يا مام. بتحبي مامي قد ايه؟ قد الدنيا. طب اللي بيحب مامي قد الدنيا يبقى عايز يسيبها ويروح يعيش في حته ثانيه؟ مامي انا مش عاوزه اسيبه، بس انا عاوزه اقعد مع بابي شويه. طب يا حبيبي ما انت بتشوف بابي في الويك اند وفي الاجازه هتشوفه اكتر واكتر كمان، بس ما ينفعش تسيبني. انا مش عاوزه اسيب، بس بابي عنده حاجات حلوه وقال لي انه هيعمل لي ملاهي علشان الملاهي اللي عند بابي دي بتاعه القريه مش علشانك انت. وبعدين انت اي وقت عايز تروح الملاهي انا هوديك، انا عمري حرمتك من حاجه؟ طيب اللي بيحب مامي واللي مامي بتخاف عليه وبتعمل له كل حاجه يسيبها؟ يعني هتقعد معايا؟ طب هات بقى بيك حق وبيك بوسعه. I love you. اسمع النقطة دي، مرة واحد حشاش زينا هيتجوز قالوا له شق عليك، قال لهم ماشي قشطة، وانتوا عليكم البيرة والنسوان. هي دي النكت، ايه اللي رجعك يا تعالى امشي. بقول لك يوسف الواد ده عامل معاك ايه؟ زي ما انت شايف كده، هزي ونكت دمها تقيل طول النهار. امال اتجوزت ليه؟ عشان اخلص من الدم والتقيل. امال انت فاكر انا كمان هتجوز ليه؟ لا هتتجوز وهتاخده معاك وانت والمدام بقى هرتلوا مع بعض بقى زي ما انتوا عايزين. لا حتى ابوك قال المدام عندي مش ناقصه هرتلى ايه يا ابو شويش. دي الهوب بتاعتك دي اللي انت كلمتني على نادين. نادين اه. يا جدعان في ايه؟ مالها نادين؟ مفيش يا جدع مفيش والله، هي بس مشكلتها كلها بس انها جايبه سيرتك على كل لسان، بس بالخير بتريشه يا حاج. ها اكيد بتريشه. يا ميمي قصدك ايه؟ في ايه يا جدع؟ طول عمرك بتقول عايز اتجوز واحده بتريشه، ولا حب ولا دياولو. انا عمري ما قلت الكلام ده. انت طول عمرك بتقول الكلام ده. حتى لو قلته يعني نادين حاجه تانية خالص. احنا ايه؟ اه كده كده. لا انا ممكن اتكل على الله واسيبكم تكملوا هزار. يا عم انت قافش ليه بس؟ احنا بنهزر معاك يا اخي. قلت الكلام ده في يوم من الايام. نادين حاجه تانية حبيتها في حاجه ولا زيك؟ انت قلت له ايه من شويه؟ يا حنين. طب قولها له تاني. يا حنين تاني. لا تمام تمام، هي كده اوديت. صباح على خير يا رجاله. بقول لك بنهزر معاك في ايه؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا ديبو. بقول لك البنت بحبها وهتجوزها، والحكايه وما فيها ان انا رحت قعدت مع امها النهارده وقعدت تحكي لي قصه حياتها فصعبت عليا، فقلت خلاص ليه لا يعني. يا ابني انت اتجننا بقى، مش دي اللي شلناها من تحت ايدك كنت هتموتها؟ يا عم كنت متنرفز ساعتها متجنن شويه، بعد كده لما هديت وفكرت قلت خلاص ايه يعني هتجوزها. اتجوزها؟ ما انت شكلك كده هتحصل الرأي. انا اقول لك اللي فيها. قول يا اور مصر. انت صعبان عليك الواد اللي في بطنها عشان يندهوه باسم امه، زي زمان كانوا بيقولوا لك يا يوسف ابن ديحه. صح؟ ايه يا عم خلاص كانوا بيقولوا له خلاص. سيبه يا ديبو. هو بيتكلم صح. صح يا زيكا. زمان كانوا بيقولوا لي يا يوسف ابن مديحه. بس من ساعه ما قطعت لسان اخر واحد قالها لي ومحدش بقى بيقولها بعد كده.
تصبحوا على خير. تعالى بقى يا جماد. بقول لك ايه يا انسه؟ هو انتوا تدريب؟ ايوه. طيب في واحده هنا معاكم في المستشفى اسمها شيماء، الاقيها فين معلش؟ في قسم الحريم. طب هو فين قسم الحريم؟ اهو. شكرا، ميرسي، ربنا يخليك. يا استاذ رايح فين؟ ايه في ايه؟ ممنوع حد يخش قسم الحريم. ليه ممنوع يعني؟ مش فاهم. قسم الحريم. ايوه ايوه صح، ما ينفعش قسم الحريم. متشكر، ربنا يخليكي. ايوه يا ماما، بقول لك ايه؟ الممرضه قالت لي ما ينفعش اخش قسم حريم. ما ينفعش ولا ايه؟ عيب؟ طيب ماشي. لا على فكره انت ضغطك اتظبط كتير عن الاول. طب الحمد لله. بقيتي احسن. الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا بصراحه شيماء ما قدرتش ما اشوفكيش اكتر من كده. انت وحشتيني قوي. بقول لك ايه، انا جيت وجبت لك الورد ده معايا، خديه كده وقولي لي رايك. رومانتي يعني؟ احمد انت لازم تمشي. امشي امشي. هو ايه اللي فيه؟ هو كل ما حد يشوفني يقول لي امشي ممنوع الدخول، امشي ممنوع. وانا ريحتي وحشه ولا في ايه؟ احمد انا ما بهزرش، انت هتعمل لي مشكله. امشي امشي. طب انا هشاهد الست الطيبه ديت. النبي يا حاج الله يخليكي، يرضيكي كده واد حلوه زي القمر زي ها ها، يكون جايب لك بوكيه ورد تحفه زي ده وجاي لك من اخر الدنيا يجي يديك الورد تقولي له البوقين دول، ينفع كده يرضي ربنا؟ لا يا ابني ما يرضنيش. اهو شفتي، ولا اعرفها ولا تعرفها. يا ابني انت هتتعرف عليها، احنا مش في البوسطه، احنا في مستشفى. امشي في حاجه. امشي. الله اكبر. انا تعبان والعظم جاهز، بس مش هقولك قسم العظام فين. وبعدين وانت جبنا عشان اتفرج عليك؟ مامي عايز اتكلم معاك شويه يا اخي. يا عم تتكلم، انا قاعد قدامك اهو. في ايه؟ امينه مالها؟ مالها ايه؟ انت لو شفتها يا عم. شفتها؟ مش كانت بتوصلك؟ يا ابني لا بس انت شفتنا. احكي في ايه؟ تقريبا كده بحبها. تقريبا؟ في حاجه اسمها تقريبا؟ وانتوا جرالكوا ايه يا جدعان؟ واحد عايز يتجوز واحده متريشه والتاني عايز يسيب البنت اللي مستنيه طول عمرها. اتلحستوا ولا في ايه؟ يا ميمي، وانا جايبك تقتتني ولا ايه؟ ما انا عارف انها مستنياني وانا معشمها، بس قول لي اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه. شيش جدعه وبنت حلال واستحملتني كتير، ما انكرش، بس خلاص يا صاحبي بقت عامله زي الطوق، الطوق اللي في الرقبه بتعمل يشدني كل شويه، يشدني لتحت ومش عارف اعمل ايه. عكس امينه خالص، وانا معاها بحس انه حر، بحس انه طاير. كلامها فيه امل، صوتها يا راجل. لو بتسمع صوتها في فرق كبير قوي يا ميمي، فرق كبير قوي ما بين الاثنين. انت فاهمني؟ لا مش فاهمك، عشان انت اكيد بتهرج، مش انت اللي تعمل كده وانا عارف. لا يا ميمي، وانا عامل جنايه يا اخي؟ في مش عارف اخرج امينه من دماغي، مش عارف. انت نصحت يا اخي، وانا ماشي في سكه كده بفكر فيها. وانت رايح فين؟ هو ده الاحساس بالظبط. هو ده الاحساس ايه؟ ما ده نفس الكلام اللي كنت بتقوله مع جيجي برضه. كل حاجه بتتغير يا صاحبي. جيجي نفسها اتغيرت، طريقتها معايا، هزارها، ده حتى ملامحها لما بتشوفني بتبقى ناشفه وجامده. البنت دي طبقت على العيشه اللي عايشه فيها، الظروف اللي حصلت لها. خلاص البنت دي مش مريحه نفسها ولا مريحه اللي حواليها. تفتكر يا صاحبي لو اتجوزتها هتريحني؟ بقول لك اعمل حاجه، ما تضحكش على نفسك، ما تسيبش البنت دي. اسمع مني. خلاص يا ميمي، نسينا امينه. يعني ايه نسيها لك؟ هو انا استيك هدخل جوه دماغي امسحها لك؟ انت طول عمرك بتلكك، عايز تسافر، عايز تعيش عيشه غير اللي احنا عايشينها. يا ابني لو على السفر بص لي وبص لسيكا، ما دينا سافرنا، وانا سافرت وانا مضطر، هو ما كانش مضطر ورجع عمل ايه؟ ويا عالم بقى جاي معاه مصيبه ولا جاي في التمام. يا دياب اسمع مني، ما تخسرش البت دي، البت دي تمام. صلي على النبي في قلبك كده، كل ما تروح نكمل كلامنا. ماشي ميمي؟ أنا بحبها بجد. مشكلة، أنا كمان بحبك. إحنا مكثفين البحث وجهودنا كويس جدا عن أوصاف العربية اللي خطفت الولد، وإن شاء الله هنوصل له قريب. بس كنت عايز أسألكوا، هل لكوا مشاكل أو أعداء مع حد تعتقد إن هو ورا موضوع الخطف؟ إحنا ناس في حالنا حضرتك بالظبط. على العموم ما تقلقوش، لو الخطف ده كان عمد يبقى اكيد هيحاولوا يتصلوا بيكم عشان يطلبوا فديه، وفي الحاله دي لازم تبلغونا فورا. يا فين؟ اختي حضرتك. وديتي الواد فين يا خالد؟ وديتي الواد فين؟ مش وقته. تضيعوا ابني وتقول له اهدى.
ابني لو ما رجعليش النهارده اشمي وحياة امي، ما هيكفيني فينا انت ولا بنتك. اهدى يا استاذ من فضلك عشان نعرف نتكلم. هنتكلم فيها بيه؟ ما خلاص الواد راح، وانا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول، اقسم بالله كنت عارف. انت ليك عداء مع حد شاكك ان هو ورا الموضوع؟ اسال الهانم وابوها يا بيه، مش بقيت يكون هم اللي عملوا كده عشان قلت الواد يجي يعيش معايا. يا بني ادم اتقلها اتقلها بقى اتقلها. ماشي يا شيمي، انا هتقلها وهوريك هجيب ابني ازاي. ايه رايك في الكلام ده يا مدام؟ انا متاكده دلوقتي ان هو اللي خطف الولد، دي مش اول مره يعملها، كل مره بيهددني ان هو هياخد الولد مني، واخر مره كانت مع بابي امبارح في التليفون. استاذ سيد. ايوه. مساء الخير. مساء النور. انا اروى عبيد من مكتب الاستشارات الهندسيه. يا اهلا وسهلا. انا صحيح اتصلت بيهم عشان يدوروا لي على المهندس ديكور. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ نعم. يعني ايه اللي عايز تعمله ديكورات؟ طب مش تاخدي نفسك الاول واحده واحده علينا، اشربي انت الاول. ايه؟ لا ميرسي. طب انا مش هتكلم في شغل، لازم تشربي حاجه. ممكن اشرب حاجه دايت. دايت؟ وانا بحب الدايت. تعالى افرجك على المحل لغايه ما تجيلك الدايت. اوكي اتفضلي. ارجوك يا سعاده الباشا تبقى حفيدي. اشكرك اشكرك يا سعاده الباشا. مع السلامه. ده الرائد محمود علوي من شرطه السياحه بيقول انه كلم ناس في المديريه ومهتمين قوي بالموضوع. طيب كويس يا بابي، الحمد لله كويس. ما تقلقيش ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله يرجع لنا ان شاء الله. ده ظابط المباحث اهو. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. ايوه ايوه هو شكله كده بالظبط. لقيتوه؟ بلاش الدبش اللي بتحطه على الحجر ده، بيحرق المعسل. انا يا كتير المره الجايه اجيب لك فحم قد السمسمه. ماشي يا مسمسم. يلا ده يا ريال انت عملته ده. يا جدع في ايه؟ ما تقول سلام عليكم الاول. ايه بقى حوار ايه السمسار ده؟ هو جالك عشان يشتري البيت وانت رفضت؟ اه يا سيكا، عندك مانع ولا ايه؟ عندي 100 مانع. انت عارف الراجل اللي وراك هيدفع كام؟ ما يدفع زي ما يدفع يا اخي، ما البيوت على قفه من يشيل، ولا انا جت على حته البيت اللي وقع نصه. اديك قلتها بلسانك، وقع نصه. يعني دي الفرصة الوحيدة تطلعنا من هنا ونعيش زي البني آدمين يا أخي. وإحنا كنا عايشين زي البهايم وأنا مش واخد بالي ولا إيه يا سيكا؟ ما تظبط يا جدع. مش دي المنطقة اللي اتربيت فيها؟ مش ده البيت اللي أبوك تعب فيه عشان يبنيه؟ يابا إحنا مش هناخد الفلوس ديت ونسكر بيها. هنجيب حاجة أحسن ونعيش زي ما الناس ما هي عايشة. ولا أنت عايز طول عمرك تفضل عايش هنا يا رايق؟ يا كده أنت بتتحايل على الحنفية ساعة بحالها عشان تنزل كوباية مية، وهي اللي نزلت كلها مجاري، في إيه؟ طب اسمع بقى يا سيكا عشان ما نزعلش مع بعض. موضوع البيع ده تشيله من دماغك خالص. يعني يا شيل؟ يعني مفيش بيع. انت فاكر يا ان انا مش فاهم اللي في دماغك؟ بيع رايق، الرايق بيعته واخد الفلوس وكاتب. احمر افهم، البيت ده يعني اصلنا. عارف يعني ايه اصل؟ يعني جدر، والجدر لو اتقطع شويه هوا هيطيروه. جدر ايه وهوا ايه يا عم الرايق؟ البيت ده مش بتاعك انت لوحدك يابا، وبطل بقى تعمل عليا الكبير وتمشي كل حاجه على مزاجك. انا خلاص كبرت، ولو انت مش عاوز تبيع براحتك، انا هبيع نصيبي للراجل وانت تتصرف معاه. راجل مين؟ هو انت كمان عايز تجيب لنا واحد غريب يشاركنا في البيت؟ انت اتجننت يالا ولا ضارب حاجه؟ هو كده، ده نصيبي وانا حر فيه، ليه شوف حاجه؟ ليه ليه شوف حاجه؟ ده انا فينا كده تحت البيت يا ده انت واللي جاي يشتريه. طب انا هبيع يا رايق، واللي عندك اعمله.
خلاص يا عم استريحت؟ نفذت اللي في دماغك؟ حرقت قلب طليقتك وابوها والواد بقى معاك؟ ده مش بس بقى معايا، ده ولا هيشوف شعره منه تاني بعد كده. يعني ايه؟ رامي بقى بره مصر خلاص. يا ابني ايه؟ وسفرته ازاي؟ ايه اللي سفرته ازاي؟ انت ناس انه يبقى ابني وانا ابقى ابوه ولا ايه؟ يا ابني ايه؟ تصدق بالله انا من كتر الغل اللي جواه ناحيه طليقتك وابوها انا بقيت متصور انك ممكن تعمل اي حاجه في الولد عشان تحرق قلبهم. لا يا حبيبي، مش انا اللي اعمل الحركات دي، ده انت وبلدياتكم. عيب. سفرته عند مين؟ عند زياد. زياد الخواجه؟ يا ابن الايه؟ حته فكره ما تجيش على دماغ الابلسه. يبقى وروني بقى يعملوا ايه يا معلم. المهم انا دلوقتي هكلم الشيمي. امتى؟ سيبه ساعتين ثلاثه كده لما يستوي هو المحروسه بنته، واطمن كمان ان رامي وصل بالسلامه بره. ماشي، بس لازم ترسيني هعمل ايه؟ ايه؟ الله، ما انا دلوقتي الشيمي اول ما ينسحب من الانتخابات الواد لازم يرجع لامه وسعيد. لما الشيمي يبقى ينسحب من الانتخابات يبقى احلى حلال. سعيد؟ انا اللي متصدر في وش المدفع. طيب بص يا معلم، خلاصة الفيلم ده كله رامي يبقى ابني ورجعني، وانا سابك بتلعب مع الشيمي عشان تخلص مصلحتك من وراه. لما بقى نخلص الحاجات دي والشيمي يقول لك فين الواد، وبصدرنا انا ليه ومالكش دعوه انت. اتفقنا؟ ماشي. خد يا عم ديب، جاي لك سرة فلوس اهي. سرة فلوس اهي؟ ده ايه الحسد ده؟ وقد كده كمان. هيحسدوك على ايه يا خاين؟ على رايك. بس الحياه ورد اصلا. ما انت يا ابني اللي مغمقها على نفسك، وانت برضه اللي ممكن تفتحها. ده كفايه ديبو نظره بس كده في وش اللي بتحبه، ولا ضحكه حلوه على الصبح وتلاقيها زهزهت على طول. هي بطلت تضحك اصلا. قصدك جيجي مش كده؟ كويس كويس انك افتكرتها. انا قلت فكرك راح لواحده تانية. انت هتلاقي ابني ولا ايه؟ ما هو لو في حد غيرها هقول لك على طول يعني. لا في يا ابن اخوي، وانت ما بتقولش في غيرها. ايوه كده تعدل يعني. عارف يا عمي، لما تحس انك عندك مشكله وكل يوم تكبر، كل يوم تزيد عن اليوم اللي قبله، يبقى مش في دماغك، تحس ان ده العادي، عشان كده انت بتدورش على حل اصلا. وفجاه تلاقي الحل اتحط في سكتك، تقول لنفسك يا انا كنت فين من زمان. الحل ياخدك من ايدك ويفرحك، يفرحك قوي قوي، بس في نفس الوقت يقلب عليك المواجع، يقول لك لو مشيت ورا الحل ده هيتقال عليك نادل وخسيس وفيك كل العبر. هعمل ايه يا عمي؟ همشي وراه ولا اقول لنفسي خلاص انت عايش، عيش زي ما انت بقى وخلاص؟ لا، اعمل ايه؟ تحل مشكلتك الاول دي. حاولت. حاولتين يعني، وتالت ورابع وعاشر، والراجل بقى اللي ما يستسلمش. كلام، كله كلام، ما بيجيبش اي نتيجه. كلام بشوقك يا ديبي. بس افتكر يا ابني الحل اللي انت لقيته ده وفرحك قوي كده، بكره هتلاقي حل تاني يفرحك اكتر منه، وبعده هتلاقي حل تالت، ومش هتلاحق يا حبيبي. نار يا حبيبي نار. يا مدور ياك تولع نار جهنم. مالك قاطع الصبح متشيك كده ومسحلني شعرك بتاع؟ حكايتك ايه؟ احلى شيشه لحبيبي. يرغي بصراحه كده، انا في واحده مزولاني جامد قوي اليومين دول. مين يا معاطف بتاع فرش السجاير؟ يا كبير ام عاطف. ام عاطف؟ لا، الكلام ده كان زمان، انا دلوقتي اتغيرت وبقيت انسان تاني. مين بقى انسان تاني اللي شغلت حالك بالمنظر ده؟ بصراحه شيماء. شيء؟ شيماء. شيماء مين؟ اخت الديبو؟ قوم وقف كده. فيها كبير، انا عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ بقى الديبو يستأمنك علاقته اه، وانت تبص عليه من وراه. والله العظيم يا كبير انت فاهمني غلط، مفيش حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي خالص. يا كبير الموضوع كله ان انا معجب بيها، وبكلمك عشان تخلي ديبو يعني. اقعد. في حاجه بينك وبينها يعني؟ اتكلمت معاه في حاجه؟ لا يا كبير مفيش اي حاجه. صباح الخير. صباح النور كده يعني. ولقيت الدنيا فيها ايه؟ هيبه معاك؟ هي بتعاملني كويس مش اكتر يا كبير.
الكلام دي في معهد. يعني معلمة حيوان. يعني يا كبير يعني ما انا ما انا كمان في دبلوم يعني يا كبير. يعني وانا امي يعني. امك؟ امي اه. ونشوف شغلك انا وانا اتصرف. قوم. يا كبير. ربنا ما يحرمني ربنا ما يحرمني منك يا كبير. خاطر انا بقى اجيب لك الاصطباح. يا عم الحاج تعمل ايه يا ريس؟ انتخابات. انت ايه؟ خبات يا برنس المنطقه. خبات؟ روح خيب بعيد. ما بحبش اللصوص اللي يجيب الفقر يتعلق على باب القهوه عندي. مش ناقصه هي فقر. روح ارميهم على كشك الكهرباء اللي في اخر الشارع. ياك الشمس فيهم الكهرباء. طب اسمع يا دهشوري، اسمعني بس. طب انا بقى انا هوريك يا دهشوري وهنشوف هعمل فيك ايه. خير يا باشا؟ في ايه؟ دهشوري الكلب هو اللي خطفاني. هو طلع هو اللي ورا الحوار ده كله وهو اللي كان بيكلمك دلوقتي؟ ايوه يا سيدي. واما هنسحب لقدام واما مش هنشوف الولد تاني. طب هو في حد عبيط يا باشا بيخطف عيل وبيرجع يقول هو اللي خطفه؟ عشان متاكد ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه حتى لو بلغنا عنه. يعني ايه يا باشا مش نقدر نعمل له اي حاجه؟ يعني لو تقدر تثبت عليه حاجه بثبتها. ما كل يوم في عيل بشرحته بتخطف ويا عالم مين بيرجع مين ما بيرجعش. طب وانت هتتصرف ازاي دلوقتي يا باشا؟ مش عارف فلوس انا دماغي وقفت خالص على التفكير. انا مش قادر افكر خالص. فكر معايا يوسف وقول لي نعمل ايه. ما المفروض ما نعملش اي حاجه غير لما نبقى متاكدين منها يا باشا. الغلطه دلوقتي تبقى بفوره. طب وغالي العثمان ده صار الولد نعمل معاه ايه؟ ما ده طبيعي يا باشا ابنها واتخطف لازم تبقى عامله كده. المهم حاول ان انت تهديها لغايه لما نشوف هنتصرف ازاي. الموضوع المره دي كبير. يا شماء اتأخرت كده ليه؟ سواق الميكروباص ماله عكسك ولا ايه؟ يقدر ده راجل مفتري كل شويه يقف ويتخانق ويقف ويتخانق ربنا ينتقم منه. معلش الحمد لله ان انت جيتي بالسلامه. بقول لك ايه بقى؟ يلا بينا عشان هوديكي حته دي مشوار عمرك ما رحتيه في حياتك. فين؟ استاد مختار التتش. استاد مختار التاتش ده؟ تاتش يا شماء حد قال تاتش دلوقتي؟ بقول لك استاد مختار التتش. في حد في الدنيا ما يعرفش مين هو مختار التتش؟ انا ما اعرفوش ومش عايز اعرفه. وبعدين كوره تاني. الله وانا بقول لك هنروح نتفرج على الماتش. احنا هنروح نتفرج على التمرين بتاع اللعيبه اللي قبل الماتش وبعد كده هصورك مع اللعيبه. بجد؟ اه. تصدق هو ده اللي كان ناقصني في حياتي ان اتصور مع اللعيبه؟ اي خدمه. خدي بنت رايحه فين هنا؟ تعالي هنا. هرجع المعهد اتعلم لي كلمتين ينفعوني. يا شباب تعالي هنا يا شباب. الله في ايه؟ وانا بقول لك هنروح نتصور في السيما. احنا هنروح نتصور مع ابو تريك. هصورك مع ابو تريك. ولا حتى لو مع شيكابالا نفسه. شيكابالا حد كارتر شيكابالا دلوقتي ولا قال شيكابالا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت غاوي تنرفزيني وتحرقي دمي. ايه ضايقتك قوي شيكابالا؟ طب شيكابالا 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 بس يا بنت. الله خلاص اسفيني يا عم الحاج حرمنا. مفيش استاد التاتش بتاعك ده. مفيش استاد اللي انت بتقولي عليه ده. ولا كوره ولا لعيبه ولا تمرين. ولا كوره ولا اي اوف سايد. خلاص احنا بطلنا كوره. وبعدين انا اصلا ما بلعبش كوره ولا بشجع كوره. انا بلعب رامي جولة من 20 سنه. حد قال لك حاجه غير كده؟ ها؟ طب يلا. يلا ايه؟ وقف لنا تاكسي. ده انا وقف لك المترو كله جميل. وريني. يلا. يا ميمي. يا سيكا. انا عمال اتحايل عليكم من بدري. ايه شغل العيال ده؟ شغل عيال ايه يا دياب؟ الباشا عايز يبيع البيت اللي ابونا ربنا فيه. هو فين البيت ده اصلا؟ ده كبير وسنه ويقع. يا جدعان ايه شغل نقل ونقير ده؟ ما تهدوا بقى وصلوا على النبي. خلاص بقى. ميمي ايه الحوار ده؟ مفيش حوار. ده عايز يجيب لي واحد غريب يشاركني جوه البيت. عشان انت راكب دماغك وتمشي كلمتك من غير ما تشاور حد. اه مشي كلمتي يا سيكا. عارف ليه؟ عشان ابوك وامك لما ماتوا وسابوك عيل صغير في المدرسه ما شاورتش حد. لما قمت بيك انت وعمتك وسماح ما لقيتش حد اشاور. لما كنت كل شويه تجيلي مليون مصيبه ما لقيتش حد اشاوره. فهمت ليه يا حمار؟ وانا عمري ما انكرت ده. لا لما انت عمرك ما انكرت ده عامل دوشه ليه؟ يعني انت ده يجيب وعاجبك المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي؟ مش عاجباني ولا حاجه. ونفسي امشي منها النهارده قبل بكره بس اعمل ايه؟ واللي عايز يعمل حاجه يعملها من جيبه مش من عرق ناس تانيه. يعني ابويا لما عرف البيت ده عرق علشان مين؟ مش علشاننا؟ عشانكوا اه. بس عشان لما كلكوا في بيت واحد مش كل واحد يبيع نصيبه ويخلع. افهم يا سيكا البيت ده قيمته مش في شكله ولا حتى من الفلوس اللي جايه من وراه. البيت ده طول ما هو واقف انتوا كمان هتفضلوا واقفين على رجليكوا. ملوش لازمه الكلام يا دياب. مات الكلام. اخويا ابن ام ابويا عايز يقطع نفسه مني. انا ما قلتش الكلام ده يا رايق. مش بالكلام بالافعال. مالك يا اخي في ايه؟ جاي كده متشملل من بره ومش عاجبك عيشه اهلك. عايز تبيع وعايز نصيبك وعايز تسافر. مالك يا اخي في ايه ما تظبط؟ يا ديب انا عاوز اللي اصلح لينا. اسمع كلام اخوك. البيت ما يتباعش. ايه؟ عايز تجيب لاخوك شريك؟ حد يشاركه في ملكه؟ ويقول له ايه؟ راسي براسك؟ ينفع الكلام ده؟
عايز تعمل في اخوك كده؟ في ايه؟ ما ترد يا زكي. لا يا ديب، مش عاوز ده يحصل. الله، ما فين المشكله بقى؟ ولا مشكله ولا اي حاجه، انا بس لما سمعت فلوس البيع دماغي لفت، بس انا برضو فلوس الدنيا كلها مش هتخليني ازعل الرايق مني. حقك عليا يا رايق، زعلش مني، انا اسف. خلاص يا سيكا، انت اخويا حبيبي برضو. ابيع لك ياض البيت عشان ترتاح. خلاص بقى، صلى على النبي. خلاص يعني ايه يا مديحة طلع ما يعرفلوش سكة؟ ايوه، بس انا هروح للست اللي اداني عنوانها. بقول لك ايه يا مديحة، انا مش عايزاكي تحطي امل كبير على الموضوع ده. ليه يا مدام؟ يعني احنا لسه ما نعرفش اذا كان عايش ولا لا، ولو وصلتي له هيقابلك ازاي؟ فمش عايزاكي تتعشمي قوي يا مديحة، عشان لو ربنا ما ردش ما تتصدميش يا حبيبتي. اتصدم؟ هو في صدمة أكبر من إن واحد يبقى بايت في حضنك طول الليل وتصحي ما تلاقيهوش جنبك وما تعرفيلوش سكة؟ ولا في صدمة أكبر من إن ابنك الوحيد يبقى عايش طول عمره بيهينك وبيجرحك وما كانش بالكلام يبقى ببصة عينيه هو فاكر إنك جبتيه من الحرام؟ ما تقلقيش عليا يا مدام، أنا خلاص اتعودت على الصدمات من زمان. بس يا ستي، سمع سيرة الخلفة من هنا وكأنه ركبوا 100 عفريت وبيتني عندهم. يا بنت انت هبلة يا بنت، الحاجات دي ما بتجيش كده. أمال بتيجي ازاي يا فلح؟ خمي. هو ده حد يعرف يخمه؟ وانت تايهة عنه يا جيجي؟ ده بيدين برشامة يختم نفسه كل ليلة. خلاص، دي بقى تشغلي سلاح الزن يا بنت. الزن على الودان أمر من الساحر، وفي الآخر أكيد هيزهق. أنا شاكة يا بنت في المدعوق بتاعك يكون هو اللي مقومه. لمي يا بنت بدل ما لمه. ألم مين يا أختي؟ هو ده حد عارف يلمه خالص؟ بالحق، عملتوا ايه في موضوعكم يا منيلة؟ ما عملناش حاجة، جه ضحك عليا بكلمتين وأنا في الآخر برضو زي الهبلة صالحته. الحال زي الحال بالظبط. وهيفضل الحال زي الحال لحد إمتى يا رحمك؟ علمي علمك بقى. الله، أنت تفضلي تقطميني كده؟ مش بقطمك يا جيجي، فوقي نفسك يا بت، أنت بقيتيش عيلة صغيرة، فكك منه بقى، دوري لك على حد تاني، شوفي حالك. أنت بتقولي إيه يا موح؟ ما بقولش حاجة يا أختي، أنت هتاكليني ولا إيه؟ الحق عليا، هاتي الملح. أنت تعرفي حاجة يا بت وما قلتليش؟ والنعمة الشريفة أبدا، عيب يا بنت ما تقوليه كده، ده احنا اخوات وانا ليا غيرك. طب والراي لو عارف حاجة هيقولي؟ ها لو عارف حاجة هيقولي هيقولك. مالك بتتمسكني كده ليه يا بنت؟ هاتي الملح. ماشي. انت فين الملح يا اختي؟ خدي. انا خايفة عليكي. انا نازلة. راحة فين؟ انت لحقتي؟ مقادس مديني اجازة نص يوم، يا دوب بقى ألحق عشان اشوف المعدول. سلاش يعدلها لك ويعدلها لي. عدي اتغدي يا جيجي. لا مؤاخذة يعني يا مدام لولا، مش المفروض عاوني بيك يجي يقابلني؟ لا عمي مشغول النهارده حبتين، فقلت له خليك انت، انا هقابل الري. طب والله كويس، ده شكل عوني بيه بيثق فيا على الاخر. ده حقيقي، بس بيثق فيا انا اكتر. عسل يا مدام والله. ميرسي. قولي بقى عملت لي ايه في الموضوع اللي اتفقنا عليه؟ كل خير ان شاء الله. دي صوره من قرار الازاله للدور اللي طلع. ايه ده؟ بسهوله كده؟ مش المفروض ان في مهندس بيروح الموقع وبيرفع المقاسات وبيكتب تقرير والحاجات دي برضو ولا ايه؟ الكلام ده معايا حد مش معنيني، تصدق بالله انا اللي كاتب القرار ده بايدي واكبر مهندس في الحي ماضي عليه. بس بسهوله برضو؟ بفلوسك برضو. طب قول لي بقى هنعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي الراجل زمان وصل له قرار الازاله، هيروح يتنطط في الحي ويعمل قرد عشان يوقف الازاله دي، مش هيعرف ايه ويقابلني. ما قداموش حل غير ان هو يجي لك ويقول لي خدي المكان. ساعتها بقى هتعملي ايه؟ هقول له انا اسفه صرفت نظري. وقبل ما الدمعه تفر من عينه هقول له خلاص انا ممكن اخده منك بس مش بالسعر القديم، وسيبني انا اتصرف مع بتوع الحاجة. هو ده، وساعتها بقى ترمي له السعر اللي انت عايزاه. طب وقرار الازاله؟ عيب عليك يا مدام، مامضي برضه في جيبي. ماشي يا ري. ماشي يا مدام، عينينا ليك. اعمل ايه يا ربي بس؟ نعمل ايه؟ تيجي نكبس على الفيلا يمكن يكون مخبي الواد هناك. يا باشا انت لو حابب نكبس على الفيلا ونطربقها فوق نفوق ونعمل كده، بس اكيد يعني هو مش هبل عشان يخطف الواد ويخبيه جوه بيته. صحيح ده اللي بقوله ده بقى، ده هبل. هنعمل ايه؟ نعمل ايه يا يوسف؟ ايه ده انت بس يا باشا؟ انا هعرف اوصل لاي حد من رجالته وهعرف ازاي برضه اقرره. طب ما طمني بس يا يوسف. حاضر يا باشا، انا اتكل على الله. تعالى اذنك. مع السلامه. وانا كنت بقول لك ايه صحيح؟ امك. امي بقى دي ست غلبانه قوي 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 قوي، طيبه كده وملهاش في اي حاجه خالص. عارفه ستات بتوع زمان اللي هم مش موجودين دلوقتي خالص؟ هي كده
بتدبق حالها بقليل وراضيه باللي هي فيه والله عايشين الحمد لله. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. طالع عليها بقى ايه اليومين دول؟ انها عايزه تجوزني. اه كل شويه يا رب اشوفك عريس يا احمد يا ابن بطني، يا رب اشوف خلفك وعوضك يا رب. جو كده عايزه تجوزني يعني. كلها نظر، ست بتفهم والله. مين امي؟ اه طبعا كلها نظر مش امي. وانت بقى بتقول لها ايه لما هي بتقول لك كده؟ انا عادي اما الاقي بنت الحلال. ايه مالك؟ انا قلت حاجه وحشه. طيب خلاص انا بهرج معاك. خلاص بقى بهرج معاك يا شمال في ايه الله؟ على فكره انا بموت بموت وافرفر من جوه كده لما الاقيكي مقبوسه وضرب الوش. بقول لك ايه يا شمال؟ مش هتوريني شعرك ده؟ ده بعيدة. طيب خلاص في ايه؟ طيب استني. يا ريتنا كنا افتكرنا مليون جنيه وامي جت على السيره. ايوه يا اما. ايه؟ طب انا جاي حالا، سلام. في ايه؟ في ايه؟ ابويا تعب وقع من طوله في الشارع، يلا شيماء. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى كويس. انا يا ستي ابتديت من الصفر، من تحت الصفر كمان. سافرت اوروبا وما سبتش ولا شغلانه ما اشتغلتهاش. شلت شنط في اوتيلات، اشتغلت في مطاعم، في بارات، محلات لبس، لحد ما ربنا كرمني وعملت لي قرشين. وانت فتحت لي مطعم صغير انا وثلاثه اصحاب. الدنيا مشيت معايا، قمت استقليت وفتحت لي بار لحسابي. قلت حلو قوي كده، بلدي اولى بيا، قمت رجعت على مصر على طول. بس يا ستي ادي الحكايه. جميل قوي ان الواحد يبقى عنده هدف والاجمل منه انه يقدر يوصل له، بس ده برضه هيخليني اسالك سؤال، اشمعنى مشروع البلاي ستيشن؟ انا اتعلمت ان الواحد لما يحب يعمل فلوس لازم يشتغل حاجه جديده، وموضوع البلاي ستيشن ده مش موجود كتير منه في مصر، حتى لو موجود مش هيتعمل بالستايل اللي انا عاوزه. برافو عليك. برضه انت خريج ايه مستر سيد؟ مش هرد عليكي الا لما تشيلي كلمه استاذ وتسمحي لي ان اقول لك اروى من غير اي القاب، ده احنا بناكل عيش وملح مع بعضينا. اوكي. خريج ايه؟ تجاره. انا قلت كده برضه. ليه؟ شكل ورق بنك نوت ولا ايه؟ لا مجرد توقع. طب انا من ساعه ما شفتك وانا نفسي اسالك سؤال. يس بليز. يعني ايه اروى؟ يا بابا ارجوك سيبني اقنعك او تقنعني، انت قاعد عندك في مصر بتعمل ايه؟ كل الجرايد والتلفزيونات مالهاش سيره غير ان اسلامينا هيمسكوا الحكم ويضطهدونا. انت بتضحك على ايه بس يا بابا؟ بس الكلام اللي انت بتقوليه ده بيضحك يا هايدي. ما احنا طول عمرنا عايشين وشنا في وش المسلمين وبناكل من طبق واحد، حصل ايه يعني؟ ده كان زمان ايام ما كانوا محجمينها. عندك احداث ماسبيرو والمقطم وامبابه. فاضل ايه كمان عشان تحس وتفهم؟ يا بنتي ما تسمعيش كلام اي حد لا عايش ولا شايف بعينين هنا. كل الكلام اللي بيقولوه لك ده بخوفكوا بيه ومش كله مظبوط، وكل حكايه من اللي انت حكيتيهم دول ليها ظروفها الخاصه مش اكتر من كده. طب سيبك من كل ده، انت مستريح من القعده لوحدك؟ مين بيخدمك؟ مين بيعمل لك حاجتك؟ يا هايدي دلوقتي بتساليني مين اللي بيخدمني؟ ما خلاص انا اتعودت خلاص بقى. بصي انا عايزك بس تخلي بالك من نفسك ومن جوزك ومن ابنك. طب انا هستأذن دلوقتي عشان رايحه الشغل، واول ما اجي هرنلك عشان نكمل كلامنا. ماشي يا بابا؟ يا حبيبتي يلا اتفضلي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يلا مع السلامه. دكتور. خير يا دكتور؟ في ايه؟ خير ان شاء الله. الدكتور الاستشاري كان طلب سحب عينه على طول، بس رجع وطلب اشعه الاول. احنا هنعملها باذن الله نطمن بيها وما نحتاجش لسحب عينه. معلش يا دكتور عشان افهم بس، عينه ايه واشعه ايه؟ هو عنده ايه بالظبط؟ هو مشتبه في وجود كانسر في الرئه. سرطان يعني؟ امسك نفسك عشان والدتك. بقول لك ايه؟ في احتمال وامكانيه ان انت تدفع فلوس الاشعه هنا ولا دي لك جواب تروح تعملها في مركز خيري؟ لا 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 في امكانيه ان شاء الله دكتور. كله من خير. طب تعالى معايا. احمد. خير يا احمد؟ طمن. خير يا اما خير. الدكتور قال لك ايه على ابوك؟ طمن. خير ما تلاقيش يا اما، هو كويس الحمد لله تمام. هو بس طلع عنده ضيق تنفس شويه في صدره وهيبقى قريب تمام زي الفل ان شاء الله ما تلاقيش. انا بس بقول لك ايه، روح ادفع واجي لك على طول. ها ماشي يا حبيبي. ربنا يا رب يشفي ويشفي كل مريض بحق جهنم.
يوسف مالك في ايه؟ عارفين مين خطف ابن غالية؟ مين؟ دهشوري. دهشوري؟ مش الدهشوري ده اللي خلى الجنرال يبعت شوية عيال الشيمي؟ اوه. اه. طب وايه المطلوب دلوقتي؟ نرجع الواد. حلو. مش فيها سبوبة؟ سبوبة حلوة. سبوبة ايه؟ بقول لك الدهشوري والشيمي. وايه المشكلة يعني؟ المشكلة إن الجنرال قال لنا مالناش دعوة بالشيمي ده خالص، ما نخشش في أي حوارات معاه. عايز تقول ايه يا ديبه؟ عايز اقول ان الحيتان في بعضهم احنا مالناش فيه، لو غلطنا اي غلطه للجنرال مش هيسمع علينا، وانا قلت لكم كده قبل كده، بلاش بقى نتكلم، ايه؟ وانا ما ينفعش اتخلى عن الشيمي دلوقتي. شيمي؟ هو الشيمي ده هياخد طلقه بدلك؟ يا جدع في ايه ما تقفرهاش؟ اميمي مش هينفع اي غلطه مع الجنرال، مش هينفع. ومين قال لك ان الجنرال ليه علاقه بالموضوع؟ الدهشوري مش هيعمل اي حاجه غير لما الجنرال يقول له. طب انت شايف ايه يا يوسف؟ ايه؟ ما انت شايف، صاحبي بيبيعني وانا محتاج له. محتاج لي؟ بقول لك يا صاحبي تحتاج لي لو انت واقع في مشكله ماشي، غير كده انا ماليش فيه. انما بقى الهانم بنته اللي انت عايز تقرب لها باي شكل، جميلها زي ما انت عايز، بس مش على قفا ناس ثانيه. ما تتكلم عادل يا ديب. هو ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم مش عاجبني. يلا يا يوسف تعالى. انت مش شايف بقول ايه؟ اهدى يا يوسف، متهدى يا دياب. ميمي انا مش دعوه بالحوار ده خالص، عايز تعمل بطل قوم يا يوسف براحتك، انما انا ما حدش هياكلني الام غصب عني، فاهمني؟ السلام عليكم. ايه يا جدع في ايه؟ ده انا بقول عليك العاقل الوحيد اللي فينا. من امتى بنتخلى عن بعض نقول مالناش فيه؟ اميمي انت لو تعرف الزفت الجنرال ده زي ما انا عارفه مش هتقول الكلام ده. بعدين تعالى هنا. انت ناس الراجل ده ماسك علينا ايه؟ وايه اللي تحت ايده يخصنا؟ واحنا ما بنضربش الودع ولا بنشم على ظهر ايدينا عشان نعرف مين صاحب الشغلانه. ايه يا ميمي؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج سبوبه جات لنا من واحد بيستنجد بينا، ايه دخل الجنرال؟ بعدين قدر يا سيدي ما رحناش. تفتكر الشيما يقعد يتفرج ويحط ايده على خده؟ دياب احنا مش بتوع حد. واديك لسه قايله بعضك لسانك. محدش بيأكلنا لقمه غصب عننا. انا فاهم، فاهم كويس. بس برضه لازم نفكر. لازم نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، والحكايه دي كلها هيطلع لنا من وراها ايه؟ يا اخي كل شهر مش بعيد كمان نموت فيها. بس ده صاحبنا، نسيب صاحبنا نروح لوحده ولا نروح معاه زي ما تيجي تيجي؟ نروح معاه مين؟ نروح معاه. هو ده دياب. وما دام ما تعرفش مكان الواد فين، جاي تقابلني ليه؟ شوف يا يوسف، انا دراع الدهشوري اليمين صحيح، بس في الحاجات اللي زي دي لا. بدوي ده عيل صغير ملوش ذنب. وانا لو اعرف حاجه كنت قلت لك. هات اللي عندك. انا عرفت ان انتوا اللي خلصتوا الشيمي ليله ما بعت له العيال، واللي متاكد منه برضه ان الشيمي هيطلب مساعدتكم تاني، صح؟ هات من الاخر. الاخر بتاعي هو الدهشوري، مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لو بقت رقبته في ايديكم. وده يحصل ازاي؟ والله طول ما الدهشوري حواليه رجالته سواء في المكتب ولا في الفيلا، انسى حراسه وكاميرات مراقبه في كل ركن. طب وانا اجيب رقبته منين؟ اقول لك، بس ده هيكلفك. مش هنختلف. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عاملك الاسود. انتوا تبع الشيمي، الشيمي هو اللي بعتكوا صح؟ طب ما انت حلو هو دماغك حاضره. لا 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 ايه يا اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح، هلا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه، والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كذاب؟ مش ممكن كل كلامك فاكس وانت كده شكلك على بعضك فاكس. طب انا حاسبت لكم، طلعوا التليفون من جيبي وانا حاسبت لكم. هنا اهو اسمه زياد، زياد ابو خلاص ما تلوكش. ده
ايوه هي دي نمرة تتصل بيه. ايه؟ بره مصر؟ طب ازاي؟ ازاي يعرف يخرجه بره مصر؟ يا ست الكل، ما هو ده برضه ابوه ويقدر يخرجه عادي. كلب. المهم دلوقتي نرجع الواد ازاي؟ الدهشور اعترف على المكان اللي سعيد مخبي فيه الواد بره. خلاص نسافر ونديهم اللي هو عايزينه. لا مؤاخذة شيلي بيه، انت في حاجة مش واخد بالك منها. الناس دي شغالة شمال، يعني هتديهم الفلوس وبرضه مش هرجع الواد، لأنهم شغالين لحساب سعيد وفي مصالح بينهم دايرة. احنا هنطلع ونخلص. خلص ده يا ابني، دي فيها خطورة كبيرة قوي عليكم. اه فيها مخاطرة، بس هنسافر واحنا قدها وقدود. وهنرجع بالواد. خلاص أنا هاجي معاكم. هتسافري فين يا مدام غالية؟ ما ينفعش. يا يوسف ما تفهمها. يا مدام غالية ما لسه بقول لك الناس دي مش سهلة. أيوه بس أنا مش هقدر أتفرج عليكم هنا لوحدي، مش هقدر كده. بس يا غالية هاتي. أنا تحت أمركم في أي حاجة تطلبوها، بس الولد يرجع. لا هيرجع. إن شاء الله هيرجع، ما تقلقش من أي حاجة. غالية. أنت ما ينفعش تيجي معانا. وإحنا لوحدنا هنبقى خفيف خفيف. لكن لو أنت معانا هنتقل. أيوه بس ده ابني يا يوسف. ابنك هيرجع صاغ سليم ما فيهوش خدش واحد إن شاء الله. يا يوسف. مفيش يوسف بقى. اسمعي الكلام يا غالي، اسمعي الكلام بقى. كل البوليكة دي عشان مجلس الشعب تخطف عيل من اهله، وقبليها تجيب عيال عشان تعلم على الراجل. علشان ايه يعني؟ هتستفيدوا ايه يعني من كل ده؟ ابا مش بكلمك، ما ترد. انت عاوز تعرف ليه؟ هتستفيد ايه لما تعرف؟ عاوز افهم يا اخي. ده كان ممكن يحصل زمان ماشي، انما بعد الثوره واللي زيكم اتهرشوا يبقى بتحرجموا على كرسي المجلس ليه؟ ها؟ ما هو انت لو من عينتي انا كنت قلت لك. انت بتنفض لي يعني. ماشي، وانا كنت هخلي الجماعه يسيبوك وتفادي نفسك بقرشين، بس يلا خلاص مفيش نصيب. خليك كده تحش زي الخروف لغايه ما يذبحوك في العيد. ولا اقول لك كفايه عليك كده عشان مفيش حمام تخشه. طب استنى استنى، انا هسيبك عاوز تتكلم والله العظيم وخلاص. بطل صداع. استنى طيب بس استنى. طب هقول لك، بص انا مستعده اديك قرشين لوحدك وتخلع انت وتعيش حياتك. كفي نفسك يا حبيبي. يلا خد بالله انا والشفا. دي خليها على كتفك عشان دايما تفتكرني. افتكرك يا بنت انت؟ ده شكلها حريمي. حريمي ايه؟ هي بقت بتفرق دلوقتي رجالي من حريمي، كله بيلبس من كله، والنعمه شكلها حلو عليك. ماشي يا ستي، هدايه مقبوله. بقول لك يا شيكو، اقعدي. امسكي، خلي دول معاكي. ايه دول؟ حق كوفيه؟ كوفيه ايه يا بت؟ ده اجارها بس. الله قليل. ربنا يخليك لي يا رب. شيماء، انا عايز اتكلم معاكي كلمتين على السريع كده. شيماء، أنا عارف إن أنت بمية راجل، وعارف كمان إن أنت هتاخد بالك من نفسك ومن البت شهد ومن أمك. عايز أحس إن أنا موجود معاكم، ها؟ فهماني ولا قلتني؟ أيوة ما تقلقش، أنت سايب في ظهرك راجل، ما أنت عارف. عارف. بس هات لي معاك بقى عدة حديثة وأنت راجع. حديثة؟ ده الطمع ده يا بت. ألو؟ لا والله أنا كنت هقول لك. خلاص بقى كنت هقول لك. ماشي. هتوحشني. كده يا سماح، وانا طالع سوريا؟ ده رايح دبي يعني في الشارع اللي ورانا. طب وما انت رايح الشارع اللي وراكم، ما تخليش ليه سيكا هو اللي يروح وانت تقعد جنبه. عشان سيكا مشغول في المحل، يعني انا اجيب له الحاجه هو يوضب في المحل اساعده يعني. عارف يا ميمي لو بصيت لحد هناك هعمل فيك ايه؟ يعني هي دي مشكلتك دلوقتي؟ اه. ما تخافيش يا ستي، لو عجبني حد هناك هكتب عليه واجيبه في ايدي. بتكسر ايدك. ارجع لي بسرعه. ارجع لي بسرعه. رايق. ايه يا عمتي؟ بس ماما ما شوفوني بيخبط وقته ليه؟ هات. ايه يا عمتي؟ خد يا حبيبي المسحب ده معايا، خليه معاك على طول عشان يحفظك من كل شر وراضي. تسلمي. انت بقى مش عايزه حاجه من هناك؟ اه طبعا عاوزه. عاوزه شويه عبايات حلوه كده من الخليج الملعلعه ام ترتر. ام ترتر؟ ازيك يا جيجي؟ ازيك يا راي؟ ازيك يا خالتي؟ يا سماح، هتعوزي حاجه من هناك؟ لا يا اخويا، عايزك ترجع لي بالسلامه. الله يسلمك. هو انت مسافر يا رايق؟ ايوه يا بنت مسافر. هو وديبو يوسف دلوقتي رايحين دبي. وديبو ما قالكيش ولا ايه؟ دبي؟ لا ديبو ما قاليش. ما هو كان هيقول لك لما يشوفك. اه قصدك لما كان ناوي يشوفني قبل ما يلغيها زي كل مره. بقول لك يا جيجي، انا زي اخوك الكبير عايز اتكلم معاكي شويه. تعالي يما اقعدي يا بنت. تعالي يا جيجي اقعدي. بصي بقى،
عايز اتكلم معاكي كلمتين بس مش عايزك تزعلي مني. يبقى شكل كلامك هيزعل. ما فيهوش حاجه تزعل، بس اي راجل في الدنيا بيحب يحس ان الست اللي معاه واقفه جنبه، واقفه في ظهره، بتفكر معاه حتى لو هو بيفكر غلط، بس يسمع كلمتين يريحوه. وانت بقى مين قالك اني ما بعملش كده مع ديب؟ ومين قالك بقى ان انا بتكلم عليك انت وديبو؟ لا بتتكلم عني انا وهو. انا مش هبله يا راي وفاهمه كل حاجه. صاحبك كده شكله شاف له شوف، وانا حاسه لو كان عايز يكتب عليا بجد كان عامل زي ما انت عملت مع محا بالظبط. انما بقى قلت الفلوس والشغل وجواز اخواته كل دي حاجه قوانته، تخلص واحده يمسك في التانية، وشايفني ساكته وصبر، فيتنحرر ليه بقى ويهز طول؟ يتنحرر ويهز طوله؟ انت بتتكلمي معاه على طول كده؟ انا كمان كلامي ما بقاش عاجبه؟ يعني انت سايبه كل حاجه وماسكه في الهيفه؟ على طول لابسه وش كآبه وبوز غراب، يا بنت هيطفش منك، هيحس ان حياته بتضيع قدام عينيه من غير لازمه. يعني هو قال لك كده؟ قال لك ان انا بوز غراب وبطفش؟ يا ستي ما قالش كده. يا بنت انا اللي بقول لك كده، انت بقيتي كئيبه. اه يا جيجي كئيبه ما تبصليش، عايز زعلي بقى زعلي. هات الفوطه يا سماح. يا مين؟ انت دخلت هنا ازاي؟ يا عم ده انت باين انك عمده المكان، اول ما سالت بره بيت ديبو فين لقيت 50 واحد عايز يجي يوصلني. ايه ده؟ ايه ده؟ 50 بس؟ يعني 50 ونص، كان في واحد صغير كده. صغير؟ ايوه كده. ايه اخبارك النهارده؟ ما رحتيش يعني؟ لا كان عندي ميعاد اتلغى مش مشكله. هلا امال ايه المشكله؟ حكايه سفرك المفاجئ ده يا استاذ. هو انا ما قلتلكيش ها؟ احنا رايحين نجيب شويه اجهزه كده لاخو واحد صاحبنا من دبي. يعني دبي؟ دبي وناوي تقعد كتير؟ ايه رايك؟ انا نفسي مش عايزاك تسافر خالص. مسافرش خالص؟ حلو ده. اشمعنى بقى؟ دبي حر قوي، زحمه كمان. حر جدا. انت ايه؟ اسمها فيروز؟ بسمع فيروز. بحبها قوي. انت بتحبها برضه؟ بحبها جدا. بحبها جدا. وندمان ان انا عرفتها متاخر. يا ريتني كنت عرفتها من زمان. يا ريت يعني. هي العالم اللي فوق ديت مش هتنجز ولا ايه؟ ده معاك طياره مش سيرفيس طنطا ولا نحله. عينيا يا برنس. هات واحد شاي بحليب. حليب قليل. اوان بقى. ماشي. اعمل لسه بدري على معاد الطياره. معلش بقى سيكا. شوف لك حته ثانيه ابات فيها. ولا يهمك يا برو، انا خلاص ظبطت المكان. المهم ترجعونا بالسلامه وبسرعه عشان اللي متنيل جوه ده. ربنا ييسر الحال. ودي نسيب دول فوق. ده ايه ده؟ شويه مكرونه على كبده على بطاطس. عشان لو جعتوا في السكه. في ايه؟ هو انا رايح الصحراء؟ رايح حته فيها اكل برضه. مش هيخلص يا لؤم يوسف، انا هدي اقوله. خد يا خد خميس. انا يا سيكا بس انجز عشان انا جعان. اخ خلي بالك من نفسك يا يوسف. خلاص بقى هو يبقى جوه وبره. ماشي يا حبيبي. سلام عليكم. بقول لك ايه؟ لو نادين جات لك ابقي عامليها كويس. انا خلاص نويت اتجوزها. بجد يا يوسف؟ بجد والنبي؟ ألف نهار أبيض، ألف ألف مبروك. يوم يوسف مبسوط على إيه؟ بيقول لك هيتجوز. يا حبيب قلبي تروح وترجع لي بألف سلامة، ربنا يتمم لك بخير يا رب يا يوسف يا ابن بطني. خلي بالك من نفسك. حاضر. يا جدعان مطيلة. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان. انبسط. حاضر. واتدفى. إيه بقى سيبها في حالها بقى إيه؟ يلا سلام. ايه يا جيجي عامله ايه؟ مين البت دي؟ مين البت دي؟ دي البنت اللي انا كلمتك عليها اللي هي هتسفرنا. ما تكدبش بقى خلاص، انا ما بقتش حمل كده. انا برضو هكدب عليكي. جيجي انت خلاص بقيت بتعرف بنات معديه بيجوا لك تحت البيت بعربياتهم. دي البت اللي كانت جايبه لك البرفانيه دي مش كده؟ انا عارفه من اول يوم معاملتك اتغيرت معايا ان في بت ورا الحكايه دي، هي اللي شقلبت حالك. جيجي اسمعيني لو سمحت. والنبي سيبني اقول. سيبني اقول بدل ما طاق من جنابي. سفر وهتسافر من غير حتى ما تعبر الكلبه اللي مستنياك، ولا فارق معاك طاق انا من جنابي ولا حتى اتحرق بجزوسخ. انت مش مسافر يا ديبو عشان خاطر الفلوس، انت ممكن تعمل قرش هنا كويس قوي. انت مسافر عشان انت عايز كده، وراميني ومصاحب البت دي عشان انت برضو عايز كده. انت خلاص كل اللي بتعوزه بقيت بتعمله، مفيش حد فارق معاك.
جي جي ايه بقى؟ حرام عليك. سافر يا دياب، سافر وخد مزاجك على الاخر، وانا مستنياك. بس هي كلمه واحده، انت لو ما رجعتش وبعتني، انا وايمانات المسلمين عندي ما هفكر في حد بعد. تيجي بالسلامه يا اخويا. يلا يا شهد، بطلي تلعبي في باسبور اخوكي وهاتيه معاكي احسن ينساه. حاضر حاضر. ايه ده؟ سلوفينيا؟ يا عم النظافة والجمال، هو في كده في الدنيا؟ أما لو شفت قشة هولندا ده تعمل إيه؟ قشطة. إيه يا شيمي بيه؟ إحنا وصلنا وكله تمام، بس مستنيين الجدع اللي اسمه زياد ده. لا، يلعب مع مين؟ ما ينفعش. ماشي يا باشا، لو في جديد أنا هطمنك. يا ده انت بتحس كلبك ونديب في بلاد التلج. ايه يا جدعان؟ احنا مش جايين رحله، احنا جايين نشتغل. ايه يا عم انت مسيبنا العين؟ جريش ايه؟ انت محسسني انت عايش بره طول عمرك، في ايه؟ ما تفكها شويه وتشايص يا عم. في راجل المفروض مستنينا ما جاش لغايه دلوقتي. يجي بقى ولا ما جيش على الفلوس؟ انت ايه خايف يا صلان؟ بقول لك يا شيخ ما تقلقش، الحمار ده احنا مكلفينه عندنا، ماكد عليه لما يجي، يعني لو قال لي معانا هنعمل معاه الصح. لا فالح، ما احنا لو اتعامل معانا الغلط هنا مش هنلحق نعمل الصح مع حد. باسورد بليز. يور اي دي بليز. لا فاتحين ما شاء الله، الحمد لله على السلامة شباب. محسوبكم زياد البصيبس. بصيبس؟ بصيبس اه. ليه يا عم بصيبس؟ أنت تعلم عليك عندنا، جاي تعلم علينا هنا ولا إيه؟ لا بس حبيت أنا فيك جو التوتر شوي شباب. طيب يا سيدي، ميمي، يوسف، ديبو. أهلين، أهلين وسهلين، شرفتوا ونورتوا سلوفينيا. دي مواعيد يا عم زياد؟ يلا بسيطة عشان الأزمة، تفضل روح اتغدى بعدين أخدكم على الشقة يرتاحوا، يلا اطلعوا. قالك بصيبس. طيب. اهلا. صباح الخير يا خالتي. صباح النور يا شيمو يا حبيبتي. موحة موجوده؟ لا موحة نزلت تجيب كارت شحن. طب لما ترجع قول لها اني كنت عايزاها وانا هعدي عليها وانا راجعه. لا استني استني، ده انا عايزاكي، عايزاكي في حاجه كده بسيطه. يلا خشي. ايه خير؟ قولي. طيب تعالي بس، انا مش عاوزه حد يسمعنا. خشي. ليه؟ هو سر ولا ايه؟ لا ولا سر ولا حاجه، بس برضو يعني مش عاوزه حد يسمعنا. عودي عودي، ده انت وحشاني حبيبتي. انت بقيتي زي القمر يا شيمو والله، اتدورتي وتلفتي كده وبقيتي عروسه حلوه. انا كنت عاوزه اسالك سؤال يعني كده، بس تجاوبيني عليه بصراحه. هو انا بنسى زي هما ما بيقولوا لي ولا هما بيتمسخروا عليا؟ عادي يا خالتي، كلنا بننسى، الدنيا تلاهي. يا بنت ما تزوقيش الكلام، اخبطها لي كده خبط بلزق في وشي على طول. اه بصراحه اه هم قالوا لي، بس انا ما صدقتهمش. بس بما انك يعني نرزق قد الدنيا كده يعني، ودايسه مع العيانين وفي المستشفيات يعني، قولي لي الحكايه دي اصلها ايه؟ طب ما انت زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، وفاكره كل حاجه ومستشفيات. اه ما انا بفتكر كل حاجه، بس هم اللي بيقعدوا يقولوا لي لا قلت الكلام ده هنا قبل كده وعملت الحكايه دي قبل كده، انا مش فاهمه. انا قولي لي الحكاية دي يعني ليها حل؟ مش عارفة يا خالتي، أنا برضو مش دكتورة. يعني الحكاية دي هتفضل لازقة فيا كده ومش هتسيبني ولا هتسيبني؟ يعني هو على حسب، بس على فكرة دي نعمة. نعمة؟ آه طبعاً نعمة. تخيلي كده، أنت لو فاكرة كل حاجة من يوم ما اتولدتي دماغك مش هتستحمل. لا يا شيمو أنا خايفة يا بنتي، خايفة أصحى في يوم تلاقيني نفسي يا نفسي ناسية موحة، ناسية ميمي، ناسية سونا، ناسية الدنيا كلها. لا يا خالتي ما تقوليش كده، أنت كويسة على فكرة. أنا كمان بنسى. أه والله. طب اسأليني كده، أنا أكلت إيه النهاردة والنعمة ما فاكرة؟ النبي لو أنت كمان بتنسي زينا كده. طب أقول لك إيه يا شيمو،
تم تكتبي لي كده حاجه على روشته يعني اخدها، ولا تسالي الدكاتره اللي عندك في المستشفى يكتبوا لي حاجه كده تصحصحني وتلعلعني وتخليني مركزه وحلوه. ماشي هكتب لك حاجه. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. تشربي قهوه؟ لا انا همشي عشان متاخر. عملت لي ايه في موضوع الارض اللي اديتك معلومات عنها؟ وصلت فيه لفين؟ انا فعلا اتاخرت عليك المره دي. مش مشكله، بس يا ريت ما تنساوش. اكيد. قول يا جنرال، انت سافرت طبعا قبل كده؟ ها مرتين ثلاثه. اتحركت هناك بسهوله ولا تهت؟ والله اللي بيسأل ما بيتوهش. أصل في ناس هناك تايهين مش عارفين يتحركوا إزاي، عايزين خرائط ترشدهم، والخرائط دي مش موجودة غير في مكان واحد، المجمع العلمي. أعتقد ده أنسب وقت عشان تجيبها لي. امسك عشان ما تقولش على انه لا تزوق. مودي هشربها ازاي؟ صرف نفسك. امال انت ما سافرتش معاهم ليه؟ بس بخاف من الطيارات. ما تعرفش هم وصلوا ولا لسه؟ مالكش فيه. على ان احمد البرنس اللي فيهم أجدع واحد فيهم وهتفهمني. أيوة يقعد يلغي بقى. أنت عارف الحوار ده كله؟ لا أنا ولا أنت لينا فيه. أنا يا دوب كان ليا مصلحة صغيرة كده وكنت هقضيها يعني، كان هيحصل لوحدي. ماشي. بس فجأة وسعت وبهوأت والعيال لغواصت فيها وعكت وبقت عك العك، بس هي هتخلص. إن شاء الله هتخلص. النهاردة بكرة هتخلص، بس على ما تخلص يعني مصالحي ومشاغلي متعطلين كلهم، والعداد عمال يعد فلوس 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 فلوس. قلت ايه في ايه؟ تاخد كم وتخلع وتعيش ملك وتبعد عن العالم دي؟ يعني اطلع عايل وابيعه؟ ده شغل، والشغل للرجالة. بس هتقعد تفاصل وتناهد معايا فبناقص. لا والله قول بس أمر. تاخد 100,000. يا غالي والطلب رخيص يكونوا عندك. وأدي لك وصل باستلامه كمان. وصل إيه؟ بس أنا واد حقاني، بحب الشغل النضيف. تديني الفلوس أدي لك الوصل، وأدي اليوم ده أهي. حلوة؟ باينة ولا أديها لك تاني يا حبي؟ يا راجل يا ست. إيه يا حب؟ أيوه حلو كده. اشرب بقى. لا قول لي يا عم زياد، انت بقالك قد ايه هنا؟ يعني 12 سنة، بلف كل اوروبا وحسب الشغل. اه وبتشتغل ايه بقى؟ يعني تجارة بني ادمين، مخدرات، سلاح، بس السلاح اغلى شيء. بني ادمين يعني زي الواد بتاعنا كده ولا ايه؟ زي الواد بتاعنا، وكمان هجرة مراكب، بيع، من كله. طب اخبار السلاح بتاعنا احنا ايه بقى؟ مش عارف، خلينا ناكل كله بصير تمام. سيبك من موضوع الاكل ده خالص، تعرف مكان الواد فين؟ والله بكون بكذب عليك اذا بعرف مكانه، لانه كل الشغل هون بس عن طريق وسيط. وسيط؟ جديده حكايه وسيط دي. حبيبي اي شغل لسعيد او دهشوري في هالبلد هاي ما بيتم الا عن طريق وسيط. بس انا بدي افهم ليش الدهشوري قلب مره واحده على سعيد وصاب اصابه بابنه؟ ده بقى مالكش فيها نجم، انت تقفش مصلحتك واحنا نقفش مصلحتنا وكل واحد يطير لحاله. ايوه مرحبا.
يا رجالة ايه النظام؟ والله انا مش مطمن لحكاية وصيل دي. هي كل شغلانة ليها ظروفها يا رجالة، بس هو فعلا ما يطمنش. اتفضلي عنك انت يا ماما. تسلم ايه اللي تسلمي. تسلمي يا حبيبتي. قولي لي بقى بجد، هو يوسف لما جالكم طلب ايدك من مامتك فعلا؟ طلب ايدي رسمي خلاص يا ماما، بس ده ما كانش قايل لي. ولا كان قايل لي انا كمان، انا اتخضيت دخلت العماره لقيته نازل قاعد يتاسف لي ويعتذر لي، ده بس ايدي قدام الجيران. يوسف اه، وقال لي ان هو خلاص قابل مامتي وان احنا ما كانش ينفع نستنى اكتر من كده، وقال لي احنا مالناش غير بعض يا ناطر. يا رب يا بنتي، بس انت كنت قايله لي ان انتوا متجوزين عرفي. ايوه بس المره دي رسمي حاجه تانية خالص. اه طب امال فين بطنك يا حبيبتي؟ بطني اهي. انت مش قلتي لي قبل كده ان انت في الشهر الثالث؟ دلوقتي بقيتي في الكام بقى؟ انا في اواخر الثالث، بس انا زي ماما بالظبط ما بيبانش علينا غير في الاخر خالص، هي كانت كده برضه وهي حامل فيا. ربنا يقومك بالسلامه يا حبيبتي. بس انا خايفه يا ماما على الفرح وانا لابسه الفستان تكون بطني كبرت، تفتكري الناس هتاخد بالها؟ يوجتك ايه يا نادين؟ عروسه وبطنها قدامها. عشان كده لازم نتجوز بقى بسرعه. انا فرحانه قوي يا ماما. ربنا يتمم فرحتكم على خير يا حبيبتي. يا رب. طيب شوفي دي بقى وقولي لي ايه رايك. الله، ايه الشاي الحلو ده لمين؟ عشانك انت طبعا يا ماما، هو انا عندي اعز منك؟ يا حبيبتي تسلم ما جايبك وتسلم ايدك. معقوله يا نادين كل مره تجيلي كده تجيبيلي معاكي حاجه؟ مفيش اي حاجه كتير عليك، يلا حطيه قولي لي ايه رايك. الله شكله حلو، وريني كده. الله يا حبيبتي تسلم ايدك، يجنن. مبروك عليك، حرمش منك يا قلبي. ميرسي يا بنت. تعالى يا بابي اقعد. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله يا بابي احسن. يوسف كلمك؟ ايوه اتصل. في حاجه يا بابي؟ لا مفيش حاجه. بابي بليز ما تخبيش عليا، شكلك بيقول انه في حاجه. يوسف شكك ان سعيد يكون خد خبر بسفره. سعيد عارف؟ هو شاكك، لسه مش متأكد. يبقى مفيش غيرها داليا يا بابي. داليا ايه اللي قالت له؟ داليا؟ ايوه يا بابي داليا. فاكر لما قلت لك ان رامي شاف نمرتها على تليفون سعيد؟ واللي حصل ليوسف بعد ما جه قال لك على طلبه منه سعيد؟ مفيش حد غير هيطلع اسرارنا يا بابي، هي. بنت حلال مصفي كنت لسه طالعالك. اي جيجي بس انا عندي تمرين في المستشفى دلوقتي ومتاخره. اما انا مش هعطلك سؤال على المشي كده. خير في ايه؟ هو ديبو ما قالكيش اذا كان ناوي يرجع من السفر ولا لا؟ بس والنبي لو كنت بتعزيني قولي. ايه يا بنتي جبت حكايه مش هيرجع دي منين؟ لا طبعا. ما هو قاليش اصلا انه كان مسافر، ويعني وانا خلاني عرفت من بره. اكيد كان هيقول لك، هيخبي عليكي ليه؟ طب مين البت اللي عدت عليه دي؟ بت مين؟ يا شمال انت الاخرى، هو محرج عليكي تقولي لي ولا ايه؟ والمصحف نعرف حاجه، يا جيجي انا عندي تمرين ومتاخره، خلي الكلام اللي بعدين، هنتكلم بعدين. سلام. لا يخسى عليك يا بنتي، ده انا زي اخوك يا حمار. بقول لك ايه، اكلمك تاني عشان توصل الموضوع. واد يا سيف. خير ام ديبو؟ مال وشك قلب كده واحنا داخلين عليك. معلش يا ام ديبو، هبقى استعدله عند السمكاري. بينكت ابن الظريف، اصله امه كانت ظريفه زور. كلم اخوك الرايق يا والد. طب اتكلمي انت، انا مالي؟ ما الحال عدوينك يا والد. الله، اخوك ده ولا مش اخوك؟ وانتوا ما كلمتوش ليه من فوق بدل نزلتكم هنا؟ النمره ما بتجمعش يا اخويا، وتليفونك انت بقى اللي في الشفا. ايوه تليفونك في الشفا، انما احنا تليفوناتنا مقشفه. شفا وما شفا، ما تغنيها يا عمتي. حاضر ماشي، ولا هو استخسار وخلاص. ما هي بترن اهي. ايوه يا عم الرايق. يا عم هما اللي خلوني اتصل. مسكي. ايوه يا رايق، اديني ديبو بسرعه. ديبو ابني حبيبي، حمد لله على سلامتكم. طمني عليك يا حبيبي، عايزه اقول لك بسرعه كده ما تنساش العبايات والاشربات اللي قلت لك عليهم علشان الوليه ام كوثر وسلفتها، وهديك فلوسها بالمكسب. هو ايه اللي نفد رصيداتكم؟ نفد يا نهار خراب على الصبح. في ايه؟ ده انا لسه شاحن ب 100 بلبل. جرايه يا سيكا، في ايه؟ حقك عليا يا اخويا. هو ايه اللي حقك عليا يا وليه؟ الله، ايه يا واد؟ اخوك ده ولا مش اخوك؟ اصل الواد ده براوي زي يومه والله. يلا يلا قومي يلا بينا. يلا يا اخي اتقرب في شكلك. سلموا لي على ام كوثر. حاضر يا طاي. وسلفتها يا عمتي. حاضر يا عناي. والله مش بطالي امينه تحقيق الانابيب ده،
مشتمل على كل العناصر، في الخبر والمعلومة والموضوع. أنا كمان رحت المستودعات وقابلت المسؤولين هناك وقالوا لي إنها مليانة، لكن المنافذ ما بتطلبش منهم، ده غير طبعا السرقة اللي تمت في الأحداث اللي فاتت. هما في رأيهم إن الأزمة دي مقصودة، بس لصالح مين هما مش عارفين، هو مين وليه. هو مين وليه ويعمل كده ليه؟ هو كذا حد عاوز المواطن المصري يفضل زهقان وطهقان وقرفان، مهموم ومشغول، لا حاسس لا بأمن ولا بأمان. شكل كلام حضرتك بيلمح لموضوع التحقيق الجاي؟ التحقيق اللي بعد اللي جاي. أنا عاوزك اليومين دول تهتمي لي بموضوع الانتخابات. حاضر يا فندم. أمينة، أنت خريجة سنة كام؟ أنا خريجة السنة اللي فاتت، أنا فريش جراديوت. ولسه ما اشتغلتيش؟ لا، معايا ده بس فترة التدريب في الجامعة وبعض الكورسات في مصر، وأنا معايا شهادات إذا حضرتك عايز تشوفها. لا 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 لا، أنا ما يهمنيش ده كله، أنا بيجيني ناس معاهم رسائل دكتوراه، ما بيعرفش يكتب حتى خبر ولا يصيغ منشد. أنا اللي يهمني أنت كاتبة إيه. لو عامل البوفيه اللي بره جاب لي موضوع وعجبني هنشره له. فاهمة ده معناه إيه؟ فاهمة يا فندم. أنا هنزلك التحقيقات. وهو ده اللي أنا نفسي فيه يا أستاذ أبو بكر. كلكم بتقولوا كده في الأول، وبعد كده بتبقوا عايزين تروحوا قسم التحقيقات الفنية. أنا غير. ماشي يا أنسة غير. جهزي لي أفكار وتحقيقات وعرضيها عليا. المهم إنها تكون مميزة، مش زيك زي غيرك. حاضر يا فندم. في إيه بت يا جيجي؟ بقالك ساعة يا أختي واقفة مبلمة. أنتِ طالعة يا أختي تنفكي بالكلام ولا طالعة تبلمي في وشي؟ في إيه؟ أنا مش مستريحة. من إيه؟ انتي واكل معاكي موضوع سفرهم ده؟ يعني ايه بت؟ يعني لو هما رايحين يجيبوا حاجات لمحل سيكا، سيكا قاعد هنا بيعمل ايه؟ ما راحش هو يجيب حاجته بنفسه ليه؟ بت يا جيجي هتقلقيني ليه؟ انا مش بقلقك، انا اللي قلقان. ديبو عمال يبعد، كل ما اجي افتحه في موضوع الجوازه الاقيه بيهرب مني. حاسه ان انا واقفه في حته وهو واقف في حته تانيه خالص. ان الدنيا ابتدت تتحكي وامورنا ابتدت تتظبط، الاقيه كده طالع لي بحاجه تنكد عليا. زهقت من الاسطوانات اللي عمال يقولها لي، ما بقتش عارفه اصدقه خالص. مش مصدقاه ليه يا بنت؟ مش انت بعضمة لسانك قلت لي انه جالك المحل وقال لك ان هو خلاص تمام من ناحيتك؟ في ايه بقى؟ عارفه اصدق ديبو امتى؟ لما يبطل يوعدني باي حاجه. ازياد هتكلم لنا الجدع الوسيط ده امتى عشان نقابله؟ هو اللي بيتصل، انا ما بعرف طريقه. يعني ايه ما بعرف طريقه؟ احنا ما اتفقناش على كده. اهدى اهدى يا اخي يوسف. وايه اللي اهدى؟ افرض ما اتصلش. حبيبي راح يتصل عشان مصلحته بدي اخدها، المصاري كمان مو لمصلحته، ده الولد عنده. وافرض بقى كلم سعيد وقال له على اللي احنا ناويين نعمله، ايه الحل؟ وافرض دفع له اكتر من اللي احنا ناويين ندفعه. لك اعوذ بالله، لك رقبتي بتطير قبل منكم، هذا الولد ضمانتي. ايه كمان مو هاد اول شغل بيشتغلوا سوا شباب؟ مش حاسس معاك كده، مفيش حاجه اسمها ضمانتي. الموضوع ده كان لازم يتامن احسن من كده، ده تهريج يا زياد. اهدى اهدوا، لك قسما عظما ما بصير اللي بدكم اياه واكثر كمان. يلا يلا روح على الشقه، توكلوا على الله. يلا احيانا بحب اعمل لقاءات بتاعتي في خلا، في الطبيعه الجميله دي، شيء لطيف مش كده؟ اكيد يا جنرال. انا بعت لك النهارده عشان حاجتين. اولا ابارك لك على عقد الشراكه جديد مع الشيخ خلفان، ده راجل كويس وبيختار شركائه بعنايه. ميرسي يا جنرال. ثانيا افكرك بحاجه يمكن تكون نسيتها، عمولتي في الارض اللي انت ما اشتريتهاش، يا ريت تحولها لي بكره الصبح كتير. ايوه بس سعادتك لسه بتقول ما اشتريتهاش. يبقى انا عارف انك ما اشتريتهاش، بس دي مش مسؤوليتي. انا اديتك معلومه بثمنها، انت ما استفدتش بيها، دي مش مسؤوليتي، مسؤوليتك انت. ايوه بس كان ممكن اي حد تاني يشتريها ويستفاد منها. ايوه بس انت طلبتها مني عوني وانا اخترتك انت واديتها لك. بس للاسف يعني ما عادتش لازمان. ما عادتش لازمان. كان عندنا بغل في العزبه هنا، حقيقة كان بغل كويس، كان بيشتغل كويس وكان بيأدي واجبه، وأنا الحقيقة كنت معجب بيه، حبيت أرقيه، قلت أجيبه من وسط الحمير والبهايم اللي عايش في وسطيها ويجي في الاسطبل بتاعي في وسط الخيل. تفتكر حفظ الجميل؟ ها؟ اعترف بأن أنا
عملت فيه فضل يعني؟ ابدا. اتمرد عليا. وانا اللي اتمرد عليا بزعل منه جدا. ليه؟ لان انا ما بحبش التمرد. التمرد معناه كسر للنظام وضياع للهيبه. تبحته يا عوني وسط الحمير وسط البهايم اللي كان عايش في وسطيها. فاهم يا عوني؟ ارحمني يا كبير ارجوك. اه الحمير خافت زيك كده بالظبط. آه على فكره يا سن عوني نجح في الانتخابات. قصدي نجح في الاختبار. عمره ما هيبقى بخل، هيفضل طول عمره حمار. ايه الكلام اللي انا بسمعه ده يا شيني؟ معقوله يخطفوا الولد يهربوه كمان بره مصر؟ ليه؟ واحنا فين هنا؟ بس اهم حاجه الفؤاد اللي انا حكيته لك ده ما يخرجش بره انا لو سمحت. لا 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 طبعا اطمن يا شيني يا اخويا. انا فاهم فاهم كويس قوي. بس انا عايزك تقول لي بس هم طلبوا فديه؟ الموضوع مش موضوع فديه وفلوس. المشكله يا سيدي ان ابوه هو اللي خطفه. طب انت ما بلغتش البوليس ليه يا شيني لغايه دلوقتي؟ بوليس؟ هو فين البوليس يا فؤاد؟ البوليس خلاص انكسر ومحتاج سنين عشان يعتقد. لا مش للدرجه دي يعني، اعتقد لو طلبت منهم ممكن يساعدوك. بلاش نضحك على نفسنا يا فؤاد، ده اللي بيتخطف جوه مصر، البوليس مش قادر يعمل له حاجه، بالك بقى اللي خرجوه بره. طب وهنعمل ايه؟ هنفضل مكتفين ايدينا كده يعني؟ ما طبعا انا عمري ما هسمح لحد يقول دراعي. الولد ان شاء الله هيرجع. تعرف انا جبت لك ليه يا فؤاد؟ انت بالذات يعني. عشان محتاج ارجع لايام زمان واهرب من الزمن اللي غرس صوابعه في عينيا. زمن قاسي وكئيب. معاك حق يا شيمي. تصدق بقى انا ما كنتش عايز اقول لك كده. انا ابتديت اخاف. احنا ما كناش كده خالص. فين ايام زمان لما الدنيا كانت هاديه ورايقه؟ ده الواحد لما كان بيرفع صوته في الشارع كانت الناس بتتكلم عنه. اليومين دول ما تاخذنيش يعني، انا شايف سلاح في كل ايد ودم سايح في كل حته والناس رايحه جايه رايحه جايه، ولكن في حاجه حصلت. كان الموضوع بقى طبيعي يعني. ليه؟ احنا رايحين على فين كده يعني؟ مش عارف. الظلم والحرمان والجوع الناس 10 سنين بيطلعوا علينا دلوقتي، ودي ممكن تبقى بدايه طوفان. طوفان هيبلع الكل. يا معلم مالك؟ خلاص يا ابني مش مطمن اللي اسمه زياد بصيبس ده. ولا انا كمان مطمن. مش فاهم ايه حكايه الوسيط اللي نطت لنا فجاه دي. يا عم يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. الراجل هيجي ويخرجنا من هنا واكيد هيبقى مع الوسيط. فرفش فرفش ايه يا عم الحاج؟ ما احنا برضو مش لازم نأمن له قوي كده. انا حاسس ان في حاجه ناقصه كده، في حوار بيتم. سعيد؟ ها سعيد صح. لأن المفروض لما الدهشور يكلم سعيد قال له إن الواد تمام وفي أمان وكل حاجة زي الفل، يبقى إيه لازمتها حكاية الوسيط؟ يا ده الوسيط اللي هيعكننا ده، في إيه يا عم؟ افتح التلفزيون نشوف أي ماتش ولا أي فيلم من بتوعهم. افتح. يا باي. أنا في الكام ساعة اللي فاتوا دول شفت حاجات يا ستار يا رب. ربنا يا بنتي يكون في عونك في المستشفى اللي أنت فيها كل يوم ديت، بتشوفي عيا وعيانين قد كده. عشان تقدر البطولة. ابويا صعبان عليا قوي يا شيماء. ابويا اصله من وانا عيل صغير تحت ايده في الورشه، وشايفه قدامي ودد وصلب وناشف كده وماسك نفسه. من بعد موضوع الورم دوت بقى كاشش ودبلان وداخل في بعضه. ربنا يكون في عونك يا الله ويشفيك ويشفي اللي زيك. روق بقى، ان شاء الله العينه هتطلع سلبيه وهيبقى زي الفل. معلش يا شيمو، انا هاري شويه مش عارف اخد ودي معاكي في الكلام. مالها شيمو طالعه منك حلوه كده النهارده؟ ويعني اول مره تطلع حلوه؟ تاني مره، قلتها لي مره قبل كده في التليفون. انا اصلي بصراحه كنت محوشها لحد ما نبقى مع بعض في بيت واحد.
بقول لك ايه، تعالي نقوم نتمشى شويه، انا زهقان من القعده. انا ما قلتلكش ان اخويا سافر؟ والله بجد قعد عمل ولا ايه؟ لا قعد عمل ايه، دول يومين كده صد رد. هو كان نفسه يسافر من زمان، انت كنت قايله لي على الموضوع ده قبل كده، اصلا شكله هيعملها ويكمل ويقعد. لا يكمل ايه، كان قال لامي ولا قال لي ولا قال لجيجي ولا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا ريتنا ما قمنا يا ريتنا ما قمنا. في ايه يا بنت مال؟ واحد من عندنا من الحته شافني. شافك؟ طب اهدي اهدي يا شماء، خير ان شاء الله. هيروح يقول لهم، هيروح يقول لهم. لا مش هيحصل، كل خير ان شاء الله، اهدي بس اهدي. امشي امشي دلوقتي، امشي ازاي، انا لازم اوصلك. امشي والنبي مالكش دعوه بيا دلوقتي، امشي. يعني هلال الدهشوري ما قالكش ان في الفتره الاخيره كان قلقان من حد معين، من شخص معين؟ باش انا كل اللي بتربطني بهلال الدهشوري سيره عمل مش اكتر، ما اعرفش اي حاجه عن حياته الشخصيه يعني. طب ما تعرفش مين اللي ليه سر في خطفه؟ الدهشوري في السوق من زمان قوي، بس عمره ما صعد خلاف بينه وبين اي حد للدرجات دي. ممكن يكونوا على البلطجيه عايزين منه فديه ولا اي حاجه. ما هم لو طلبوا فديه كنا احنا عرفنا. لا لا ما اعرفش حضرتك، ده مش شغلي، ده شغلكم انتوا يعني. انا قلت لك كل انا اعرفه بصراحه. ماشي يا سعيد بيه، لو عرفت اي معلومه يا ريت تكلمني تقول عليها. اكيد ان شاء الله. سلام. مع السلامه. بارك يا باشا. سلام. بقول لك يا باشا. نعم. كنت قلت له على عيالي اياها اللي كسروا البازار، كنا خدنا حقنا منه. اه لما يقول لي عرفت من مين اقول له ايه؟ بس مرات الشيمي صاحبتي هي اللي جت قالت لي اهدى علاء والنبي وركز، مش ناقصك انت كمان على الصبح. بعدين يا عبيط انت، انا من مصلحتي اللي عدت خلاص على الدهشوري عشان ما يبقاش لينا ديول في الموضوع دوت ولا اي حاجه ثانيه. نتعلم منك يا باشا، وبالترتيب اللي انت عامله يبقى اكيد هيخلصوا عليها، هيخلصوا عليها. يا رب عشان نخلص. اتصل بزياد كده شوف العيال عنده عامله ايه. انا يا باشا. ما عندكش مواعيد للادي ولا ايه؟ انا لغيت كل مواعيدي للادي. انا للادي ملكك. اه معاك للصبح. مش هينفع. عندي بعد ساعة اجتماع في المجلس. هي دي المجلس على فكرة بقى، شكلك بيبقى غلس قوي في المجلس وانت مع النواب والوزراء، بتخليكي معايا. ها طب بذمتك القعدة معايا مش احلى؟ امجد انا قلت لك قبل كده انا اللي حدد امتى نتقابل وقد ايه. يلا قوم بطل لعب عيال، أنا مش فاضية، أنا عندي مسؤوليات كبيرة. مسؤوليات كبيرة؟ هو في أكبر من كده مسؤوليات؟ أنت يا زرع الخمرة اللي حسد دماغك، أنت نسيت أنت بتكلم مين؟ لا يا ستي ما نسيتش بكلم مين، بكلم فريدة هانم، أكبر وزيرة في تاريخ مصر، يا ستي أكبر وزيرة في الكون. بس الكلام ده بره مش هنا، واذا كنت انت وزيره فانا هنا الملك. مش مظبوطة، الشنطة بتاعت شكلها اتفتح. انت بتقول شنطتك اتفتشت من ساعة ما زياد نزل وانا شايف ثلاثة واقفين تحت بيراقبوا العمارة كده؟ تمام. الشنطة اتشمت؟ اتشمت، انا شنطتي متأكد انها اتفتشت. يبقى عاملين لنا كمين ولاد الكلب وجابونا هنا ومستنيين يصطادونا في أي لحظة. يصطادونا ازاي؟ احنا بعتوا لنا بتوع الهجرة، احنا باسبورتاتنا وورقنا كله سليم. ولو على التهريب احنا مش داخلين بحاجة أصلا. الشقة دي مش أمان، والحاجة ممكن تكون موجودة في أي حتة. تعال نفتش أم الشقة دي، يلا.
مس شيماء. مس شيماء في حاجه يا نحله؟ هيخطبك ولا بيستعجل؟ هو مين ده يا نحله؟ انا كان ماشي معاكي كان ماسك ايدك. نحله انت؟ انا بخاف عليكي والله العظيم بخاف عليكي. مش عايز اي حاجه وحشه تحصل لك صدقيني. نحله انت عارف ان انا بستجدعك بعتبرك زي دياب اخويا مش كده؟ بس انا كنت بعتبرك حاجه اكبر من كده بكتير. بصي على العموم ربنا يسعدك وانا فرحان ان شاء الله. بس هو يكون عارف قيمه الحاجه اللي معاك. نحله هو انت قلت لحد؟ مفيش يا شيماء. انا نحله هفضل جدع قصادك طول عمرك. مفيش. يا اهلا وسهلا. قلت لي بقى اسمك ايه؟ سيد يا باشا. عاشت الاسامي يا ابو السيد. بس تصدق يا اخي سبحان الله فيك من الرايق شبه كبير قوي. امال يا باشا مش اخوات ورضعين على بعض؟ وعلى كده بقى بتشتغل ايه يا ابو السيد؟ انا بيزنس مان. عملت لي قرشين كده بره وجاي اشغلهم في البلد. شغل شمال طبعا مع اخوك. ما ترضعين مع بعض؟ لا يا باشا انا والرايق شغالين يمين في يمين والعوق ملناش فيه الا اللي يعوق معانا. طب صح كده يا ابو السيد برضه؟ يعني هو يسافر بالسلامه وانت تيجي من السفر ولا حد يدينا خبر؟ ايه يعني؟ ده احنا نعمل معاك الواجب. حبايبنا كتير برضه في المطار. تسلم يا باشا واحنا حبايبنا برضه في المطار. بس صدق الراي عامل خيط بسفره اليومين دول يعني عشان يومين قلق كده ويخلي مسؤوليته برضه. من ايه لمؤاخذه يا باشا؟ من حاجات كتير طبعا. ما انت خواجه بقى وما تعرفش السيرك اللي بيحصل في يومين الانتخابات هنا. ربنا يسويها يا باشا. ماشي يا وسيد. ادينا اتعرفنا على بعض يا سيدي واكيد اشوفك تاني. اكيد يا باشا. طب انا عايزك كده ان شاء الله اول ما الرايق يجي بالسلامه تبلغه اني عايزه. ماشي يا باشا بليز. طب سيدي الحمد لله على كام؟ طب يا بس كام؟ كام؟